اخوان السلام عليكم، تحيتي لكم. صراحه الواحد راسه يحبس، كما تعلموا كورونا تثير الذعر في العالم وحصلت الوفيات والاصابات في ارتفاع، بينما احنا ديما فايقين في كلش على الاجناس. يعني كما تشوفوا فيديو وصول اول طائره من الصين الى مطار الجزائر منذ قرار تعليق الرحلات بسبب فيروس كورونا. كما تعلموا ان برعايه طبعا برعايه الخطوط الجويه الجزائريه، وكما تعرفوا ان شركات الطيران العالميه عده الغت الرحلات من والى الصين. السؤال المطروح، من امر بجلب هؤلاء الرعايه للجزائر؟ اذا كان الوزير اللي التقى بالسفير الصيني البارح يديهم هذا الوزير لدارو. اما مسؤول اخر يعني حبيت تقتل الجزائريين، يعني والله عيب عليكم، عيب عيب هذا الوضع، لان العالم كله متخوف من هذا الفيروس وانتم جايبين رعاية مكمينهم دخل يمكن ما تشوفوا الفيديو الى الجزائر. شركات كبرى كما نقولوا امريكان ايلينز، بريتش ايرويز، اير فرانس، اير انديا، اير سول، اير تنزانيا، اير موريشيوس، اوستراليان ايلينز، بريتش ايرويز عفوا، دلتا ايلينز، ايجيبت اير، الى اخره. فما من نحن، من نحن يعني الشركات الكبرى هذه الغاو الرحلات من الى الصين، بينما احنا الخطوط الجويه الجزائريه راحت جابت الرعايه للجزائر، رعايه الصينيين. يعني صراحه ما عنديش مشكله مع الصينيين حاليا، لكن ما عنديش مشكله مع الصينيين، لكن حاليا الناس كلهم متخوفين من هذا الفيروس، فالناس تحمي بلدانهم، ويا ريت مش وقت بيجيبوهم. السلام عليكم.